أول شيء بديت وتعلمت لما يعني كنت منتظر حق خليج عشرين. بعد لما تشارك فيها وكل شيء رجعت طلعت لعند الرئيس وعدني أعطاني 500,000 جائزة، وبعدها وعدني إن أسافر لألمانيا ولا أسبانيا، يعني عدة أوامر، لكن ولا نجحت منهم واحدة. بس أعطاني الجائزة 500,000، وبعدها اشتريت كمبيوترات، 2 كمبيوترات وتلفزيون وبلسي، يعني آلات كثير. ولما جاءت وقت الحرب ولا بقيت مننا ولا حاجة، يعني يدمرون كل شيء وسرقونا. يعني كنت ما أنا كنت أغيب، وهذا كنت أغيب على المدارس، لكني أرجع أذاكر وأرجع مارس الدراسة. وقت الدراسة أذاكر، بس بعض الأحيان لما يجي يدعوني في تصوير في أي شيء أصير أغيب على المدرسة شوية وأرجع، بس أرجع أذاكر لما أكمل أكمل. أهم ميزة في مالك إنه تفوق في الدراسة، فهو الأول، فهو يجي الترتيب الأول في كل الصف، من الصف أول إلى صف لما أكمل الصف السادس، وهو يجي المرتبة الأولى. الميزة الثانية هو علاقته مع الناس، يعني حب الناس له، الموهبة عبر الاتصالات، عبر الفيديوهات، عبر أشياء كثيرة، فهو محبوب من الجماهير كثير. طموحي في المستقبل إني أسافر إلى الخارج، يعني إن شاء الله إني أكون أفضل لاعب في العالم لو تدربت في برشلونة ولا ريال مدريد. للخارج أهم شيء إني أسافر. انتهت حلقة أفاق البي بي سي.